هذه الأقلام نستخدمها في الحفظ بهذه الطريقة. بهذه الطريقة طبعا بعض الناس سوف يقول في موجودة بعض المصاحف الملونة اللي فيها تلوين بالمواضيع، لكن هذا ليس تلوين مواضيع، هذا تلوين قد يختلف فلان عن فلان في التلوين. لماذا؟ لأن هذا تلوين يعتمد على التنفس. شفت المقاطع هذه الأزرق ثم الأصفر ثم الوردي ثم الأخضر، كل مقطع من هذه المقاطع من هذه المقاطع أقرأه في نفس واحد، ممكن 4 ألوان ممكن 6 ألوان على حسب استطاعة الإنسان. هنا خمسة ألوان أيوة. كيف نلون؟ قبل أن تلون تأتي لي الآية تأتي للآية، ولنفرض أن هذه الآية بالأزرق، آية وآيتين ما مشكلة، حتى 3 ما مشكلة، لأن أحيانا بعض الآيات تكون قصيرة، وأحيانا مثل آية الدين آية في صفحة كاملة، هذه لازم تقسمها، لأنك لا تستطيع أن تقرأها صفحة كاملة في نفس واحد. نحن نريد كل مقطع من هذه المقاطع نقرأها في نفس واحد، نقرأ هذه المقاطع في نفس واحد. على سبيل المثال الحين راح أقرأ هذا المقطع، أخذ نفس. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. نفس واحد، إذا قدرت تقرأ في نفس واحد خلاص اعتبر هذا مقطع ولون بلو، تمام. الثاني أكبر منه، شوفوا هذا أطول شوي. طبعا هنا أنت بعدين توازن، أنا هنا قرأت وما زال عندي نفس ما مشكلة، لأن أحيانا تحب توازن بين الآيات، يزيد هنا شوية، لأن لاحظوا حتى الأزرق هنا أكثر من الأزرق هنا، صح؟ الأزرق هنا أكثر من الأزرق هنا، هنا بعدين عملية موازنة لي للألوان على حسب النفس. يعني بعدكم يمكن يوصل لحد هذه الآية، يستطيع ما مشكلة لون لحد هذه الآية، عشان كذا قلت لكم كل واحد منكم راح يلون غير عن زميله، واضح؟ فأنت إلى أين تستطيع؟ تستطيع 3-4 آيات، بعض الناس يستطيع نصف صفحة، لكن أنا ما أنصح أن يقسم الصفحة إلى نصفين يعني لونين، ما أنصح بذلك. لماذا؟ لأنه سوف يجد إرهاق، لأن الدماغ يتعامل مع اللون على أساس أنه معلومة واحدة، تمام؟ فعندما تأخذ نصف الصفحة معلومة، هذا يعتبر كأنها معلومة كبيرة شوية، فخفف على الدماغ لكي يستطيع أن يستعيد المعلومة بشكل أسهل. سوف أقرأ هذه الثانية نفس الشيء، راح أخذها في نفس واحد. إذا لم تقرأها في نفس واحد معناته لا تصلح أن تلونها بلون واحد. أخذ نفس طبعا، لما قبل لا ألون أخذ نفس. تعال تفضل. التنفس الصحيح اللي كان بالأمس، أيوة التنفس الصحيح اللي كان بالأمس اللي علمناكم إياه بالأمس، املأ الرئتين بالأكسجين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. نفس واحد. طبعا بعض الناس قد يخطئ يقول يحبس النفس، لا تحبس النفس، خلي النفس يجري مع القراءة، لأن واحد اتصل فيني الأشخاص قال تعبت، قلت له كيف؟ قال أنا أسحب نفس وأقرأ الآية وحس خلاص هلكت. قلت لازم تفرغ النفس أثناء القراءة، قال أنا ما أفرغ النفس، يحبس النفس أثناء القراءة، لا هذا النفس اللي أخذته فرغ أثناء القراءة. طيب لماذا أخذ نفس؟ السؤال، ليش أخذ نفس؟ لأن أمس تعلمنا أن لما نأخذ نفس الدماغ يعمل بكفاءة عالية، يعني كل الحواس الخمس تشتغل بأعلى كفاءة، والدماغ في هذه الحالة سوف يصور اللون. دماغك في هذه الحالة في هذه اللحظة يأخذ صورة للآية، لآية آيتين ثلاث، اللون كامل يأخذها على أساس أنه معلومة واحدة. اليوم بعض الفنانين والرسامين إذا يريدوهم يرسموا منظر طبيعي يخلوه يشوف صورة طبيعية مرة واحدة فقط،
فإذا يريد أن يلقط كل تفاصيل الصورة يقول له تنفس تنفس عميق، خذ نفس عميق وانظر للصورة مرة واحدة، ستجد أن كل تفاصيل الصورة علقت في الذهن. لماذا؟ لأن الدماغ هنا عمل بأقصى كفاءة فلقط معظم الأشياء اللي موجودة في الصورة بسرعة. فنحن نريد أن نصل إلى هذه المرحلة، عندما تأخذ النفس فأنت ترفع مستوى كفاءة الدماغ في التقاط الصورة والتقاط المعلومة. واضح يا جماعة؟ إذن الآن وظيفتنا أننا نلون، والتلوين يعتمد على ماذا؟ على النفس. فامسكوا أي صفحة ما غير حافظينها، امسكوا أي صفحة أنتم ما حافظينها، صفحة من الصفحات الغير محفوظة، تمام؟ امسكوا صفحة من الصفحات الغير محفوظة سابقا، فابدأ بالتلوين. اللي ما عنده ألوان عندي هنا بخشة ألوان أخذتها احتياطا. طبعا تلوين مصاحف المسجد بإذن من أصحاب المسجد. أنا قلت لكم أمس احضروا مصاحفكم الخاصة التي سوف تبدأوا فيها الحفظ، تمام؟ حتى لا نستخدم مصاحف المسجد. نعم. أقرأ الآية أول بالنفس بعد بلوين اللي هي مصدر. نعم، يعني مثلا تمسك قلم رصاص. لا 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 لا، بعد ما تحدد بعدين لون، لا تلون وانت تقرأ. لا، أول شيء قسم الصفحة بالكامل، أول شيء قسم الصفحة بالكامل. يعني مثلا قرأت لحد هنا، اعمل إشارة هنا بقلم رصاص ان هذا المقطع الأول، ثم واصل القراءة، وصلت هنا اعمل هذا المقطع الثاني، ثم واصل لحد هنا واعمل المقطع الثالث، ثم واصل واعمل هذا المقطع الرابع. بعد أن تنتهي من التحديد ابدأ الأول، لأن هنا خلاص المقاطع محددة. لكن لو لونت أحيانا، لونت وصلت لحد هنا وبعدين وصلت لحد هنا وبعدين وصلت لحد هنا، يبقى لك سطر واحد، فهنا بتتورط فيه السطر الأخير. عشان كده نحن نقول نوازن بين الألوان، يعني ممكن أقلل من هنا أزيد من هنا أقل أزيد من هنا، بحيث أنه يصبح عندي مقاطع على الأقل متساوية، على الأقل مقاطع متساوية أثناء الحفظ. نعم، اللون الأصفر لماذا؟ وجد في دراسة الدماغ أن اللون الأصفر هو لون منشط لخلايا الدماغ، فلذلك أنا أخبرتكم أن تحضروا لون أصفر. طبعا بعضكم سوف يقول أنا ما دام بلون الصفحة راح يختفي اللون الأصفر، صح؟ لكن لاحظوا الفراغات اللي موجودة والحواف اللي موجودة كلها بالأصفر، هذا تنشيط لخلايا الدماغ. وينصح الآباء أن يلونوا غرف أبنائهم للمذاكرة يلونوها باللون الأصفر، نفس هذا اللون، لأن هذا منشط لخلايا الدماغ ويساعدهم على المذاكرة والحفظ. كذلك الفصول الدراسية في المدارس أيضا ملونة، معظم المدارس بهذا اللون، معظم المدارس ملونة بهذا اللون الحوائط، وهذا أيضا يساعد على التنشيط. قد تكون هذه دراسة يعني معروفة عند وزارة التربية ما أعرف، لكن أنا لاحظ أن معظم المدارس ملونة بهذا اللون، فجزاهم الله خيرا لونوها بهذا اللون، لأن الألوان والأبيض أيضا جيد، الأبيض أيضا جيد، لكن الألوان الفاقعة الأحمر والألوان الأخضر والأزرق جيد، لكن الأخضر والأزرق يساعد على النعاس، الأخضر والأزرق ألوان تساعد على النعاس. البنفسجي لون جيد، لكن البنفسجي ليس للحفظ وإنما للتأمل، اللون البنفسجي للتأمل، لأن هذا لون يرفع مستوى الروحانية عند الإنسان. وأيضا هذا موضوع طويل في موضوع طاقة الألوان، هنا ما موجود منا إلا تلوين الصفحات، لكن أيضا طاقة الألوان تستطيع أن تكتشف من خلال الألوان أمراضك، وتستطيع أن تكتشف احتياجك أنت للألوان في بعض الأحيان. يعني أحيانا قد يكون الإنسان عند ارتفاع في ضغط الدم يعاني من ضغط باستمرار، أو خلونا نحن نقول نحن الرجال نلبس عادة اللون الأبيض، لكن النساء إذا كانت إحدى النساء تعاني من ضغط الدم باستمرار فهذه ممنوع عليها تلبس اللون الأحمر في أي شيء من ملابسها، لأن اللون الأحمر له تردد منشط
بل منشط قوي جدا لعضلة القلب، وتنشيط عضلة القلب معناته زيادة ضغط الدم، فتمتنع عن اللون الأحمر. ما تستخدم أي لون أحمر حواليها، حتى المصحف ما تستخدمه أحمر، حتى أغراضها الشخصية تليفونها ما تستخدمه لون أحمر، لأن اللون الأحمر له طاقة تردد عالي يرفع من ضغط الدم. فعشان كده تلاحظ أن الناس اللي عندهم ضغط دم مفترض أنهم يبتعدوا عن اللون الأحمر، هذا يكثر من اللون الأخضر اللون الأزرق، لأن اللون مهدي للأعصاب، أو اللون الأبيض. واضح؟ فهنا الألوان لها أسرار أيضا، لها ترددات، فإذا عرفناها سوف نعرف ماذا نلبس. إذا كنت أنا هادي أو مكسل شوية، لا أروح ألبس لون أحمر. لنفرض أن واحد داخل مباراة كرة قدم وشايف نفسك مكسل شوية، يشوف لأي شيء يلوي على ذراعه ولا لبسه، إذا كان ممنوع يلبس أحمر في الفانيلة، يشوف لأي شيء المهم يلبس لون أحمر. واضح؟ لأن هذا اللون له تردد يدخل عبر حدقة العين، يبرمجه الدماغ فيتفاعل معه الدماغ تلقائيا. الألوان لها أسرار عظيمة بعد أيضا، ولها محاضرة خاصة لا يتسع المجال أيضا هنا لها. واضح يا جماعة؟ إذن وظيفتكم الآن اللي راح تقوموا فيه، معنا اليوم الأخير وطولنا معاكم شوية، لكن نعم إن شاء الله. الآن مفهوم هذا أعيد مرة ثانية، تلوين يكون على حسب النفس، نلون على حسب النفس، يعني أخذ نفس وأشوف وين أوصل، المكان اللي أوصل فيه أعمل لي نقطة، وبعدين أواصل قراءة بقية الآيات. لا، لون أول شيء أعمل إشارة، وبعدين إشارة 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 لحد ما تخلص. طبعا نحن راح نستخدم صفحة واحدة الآن، صفحة واحدة فقط راح نلونها الآن. لما نخلص التلوين نبدأ الحفظ. كيف نحفظ؟ أظن هناك طرق للحفظ، لكن بعد ما تلونوا وأتأكد أنكم لونتوا صح راح أخبركم طريقة، اللي هي الخطوات هذه راح أشرحها بالتفصيل. تفضلوا لونوا، اللي ما عنده ألوان موجودة هنا الألوان، تفضل. اللي لم يحضر ألوان موجودة هنا الألوان، تعال تفضل. نعم، رصاص ما موجود، حددها ذهنيا، حددها ذهنيا. عندي سؤال مصدر، تفضل. ليش بالتحديد ليلة؟ هذا بنشرحها بعدين نقطة نقطة. الأول والحين خلصوا هذه الخطوة، وبعدين بنشرح الخطوات هذه كلها خطوة خطوة، لأن هذه المرحلة اللي بعد. حاول أن تقرأ قراءة صحيحة، المدود حاول أنك تقللها شوية، لأنك أنت لما تقرأ قراءة عادية غير عن لما تقرأ قراءة حفظ. أحيانا بعض الناس يمر على سجدات أثناء القراءة، هل لازم على كل مرة أمر على سجدة أسجد؟ لا، أسجد مرة الأولى فقط، تسجد المرة الأولى والباقي ما في داعي تسجد. واضح؟ أيضا بعضكم قد يسأل هل ألون الأرقام ولا ما ألونها؟ حاب تلونها لونها، ما حاب تلونها أيضا أمر في ساعة، ما في باس. هل يظلل الكلام كامل؟ نعم، يفضل أن تظلل الكلام كامل، لأن بعضكم قد يأخذ خطا، لاحظوا ممكن يأخذ خط فيخرج بعض الكلام أعلى اللون وبعض الكلام أسفل اللون، هذا ما يفضل، يفضل أن يدخل كامل الكلام في اللون. واضح هذه النقطة؟ يفضل أن اللون كامل يدخل داخل الكلام، كامل يدخل داخل اللون. طبعا أنا وجدت بعض الانتقادات من بعض الناس، يقول كيف تلون المصحف؟ هذا استهزاء بالمصحف. طيب في مصاحف ملونة أصلا موجودة في الأسواق، ما قلنا استهزاء، صح ولا لا؟ هذه طريقة علمية يا جماعة، تحاكي الدماغ، وأنا ما أجد فيها أي تشويه للمصحف، بل المصحف أوراقه جميلة بهذه الألوان. هل يرى أحد منكم أن هناك تشويه للآيات؟ فلا بد أن ننتبه، يعني يمكن هذه بعض الأشياء اللي تأتينا من وساوس الشيطان، لكن أنا هذه من الأشياء اللي تعرضت لها. تفضل. في أقلام هنا يا جماعة، أقلام تلوين اللي حاب يأخذ الألوان. فأي استفسارات لديكم أرجو أن تخبروني عنها. نعم، الوقف، هذه الوقوفات، الوقف الجائز والوقف الغير جائز، هذه بعدين لما تحفظ تقرأ على راحتك،
نحن الآن في مرحلة حفظ، ومرحلة الحفظ تختلف عن القراءة العادية. أنت أول شيء القط هذه المعلومة خليها تتخزن، وبعدين اقرأ على راحتك، وقف مكان الوقوفات، اقرأ اللي هي إلى أن تصل إلى بعض العبارات، الآيات بعضها مكتمل وغير مكتمل. أحيانا تتلون، يمكن تكون الآية غير مكتملة، قد تكون معنى الآية غير مكتمل، لكن أنت نفسك وصل لحد هنا، تمام؟ فهذا يعتمد على النفس في المقام الأول، هنا في الحفظ يعتمد على النفس. طبعا أنا يكفيني أن أرى نصف الحاضرين الأول، لأنهم سوف ينقلوا بعدين الخبرة لأصحابهم ولإخوانهم. تفضل. في حد لا، نحن ما نروح على الآيات، نروح على المقاطع. يكون عدد المقاطع على الأقل 4 وأكثر شيء 6، أقل شيء 4 مقاطع وأكثر ما أكثر شيء 6، تمام؟ أقل عدد من المقاطع يكون 4. يعني بعض الناس أنا قلت ممكن يستطيع أن يحفظ نصف صفحة أو يقرأ نصف صفحة في نفس واحد، لكن هذا يعتبر إرهاق في المستقبل. خليهم 4 مقاطع، كذا أنت تعمل بهدوء وبكفاءة عالية، تمام؟ على فكرة في بعض البرامج موجودة في الأبل ستور أو في الأندرويد في السوق، موجودة بعض البرامج اللي فيها تنزل قرآن وممكن تلون نفس هذه الألوان، اللي ما حاب على قولته يشوه المصحف. موجودة المصاحف، تمام؟ وموجودة ممكن فيها ألوان، يعني فيها مثل برنامج الرسم، مثل برنامج الرسم تأخذ اللون المناسب وتأشر على الآية وتحفظها. لكن الحفظ عن طريق الكمبيوتر متعب للعين ومرهق للدماغ، فأنا أفضل المصحف. وإلا في برامج موجودة في الأجهزة الذكية، هذه موجودة بعض البرامج، لكن لا أفضلها لأنها متعبة للعين. لكن إذا ما استطاع الإنسان إلا ذلك فلا بأس. تفضل. أيوة. طبعا نحن قلنا لازم نلون صفحة واحدة نلون الحين بس صفحة واحدة نلون. طيب لو بدأت في صفحة ثانية، نعم، الألوان أنت تختارها، شوف الألوان اللي أنت تحبها مقربة لك، لأن بعض الناس ما يحب ذا اللون، مثلا اللون البنفسي يذكر بأشياء ما زين أو بينه وبينه علاقة أو موقف صار له في الماضي، فلا تستخدم ألوان بينك وبين هاي خلاف، استخدم الألوان كثيرة، فاستخدم اللون المناسب لك. إذا بدأت هنا باللون الأزرق لابد أن تبدأ الصفحة الثانية باللون الأزرق، وإذا بعدين الثاني أصفر لابد الثاني أصفر، الثالث وردي، الثالث وردي، الرابع أخضر، الرابع أخضر، فتستمر على نفس التنسيق، تستمر على نفس التنسيق في جميع الصفحات القادمة. واضح؟ تستمر على نفس التنسيق، تسلسل في الألوان، أزرق أزرق، أصفر أصفر، وردي وردي، أخضر أخضر. واضح؟ نعم. أيوة. لا تلون المصحف كامل، لون ما تريد أن تحفظه فقط. أيوة كامل، تستمر عليه كامل، اختار الألوان من اليوم وامشي عليها إلى نهاية المصحف بإذن الله، ويعينك الله على ذلك، تمام؟ اللي عنده أي استفسار يسأل. حاول أن يكون على الأقل 4 ألوان. سؤال جميل، ليش ننسق الألوان؟ لأن الدماغ يعمل بكفاءة مع الترتيب. أصلا دماغنا أنت لما تعطيه تحشيه معلومات يسكر، هذا ما معناه أن الدماغ لا يستوعب معلومات زيادة، لا يستوعب، لكن يحتاج أن يرتب المعلومات، فلما تنام أو تسترخي قليلا يقوم الدماغ بترتيب المعلومات، بعدين يقول لك هات زيادة، فأنت ترتب هنا حتى تريح الدماغ، رتبت للموضوع، فهو يتعامل معها على شكل مرتب، فأنت تسهل على الدماغ العملية. واضح أستاذي؟ نعم. تفضل. ما أفضل أن تكون الصفحة الأولى 4 والصفحة الثانية 5 واللي بعدها 6، لماذا؟ ممكن أن تبدأ البقرة بأربعة تقسيمات، أو تبدأها بست تقسيمات،
لأن الست تقسيمات أريح ترى من من لأن أربعة كبار شوي، أما الست راح يكون المقاطع صغيرة، فتبدأ بخمسة مثلا متوسط، ما أربعة ولا ستة، تبدأ بخمسة. إذا وجدت نفسك تستطيع تطول شوية تخليهم بدل الخمسة أربعة، ما يكون في نفس السورة، يكون في السورة اللي بعدها. يعني مثلا بدأت البقرة بخمس مقاطع، استمر إلى نهاية البقرة بخمس مقاطع، ثم أبدأ بسورة آل عمران بأربع مقاطع، ثم أبدأ في سورة أخرى بست مقاطع، وهكذا. إذا دخلت في سورة ابدأها بنفس النهاية. تفضل. سنتكلم عن ذلك، سنتكلم في تهيئة، في تهيئة وفي أشياء. هذا الدرسين اللي قبل الماضيين كانوا كلهم تهيئة. يعني يومين أنا جالس أهيئكم، تراني يومين جالس أهيئكم لهذه الطريقة. هذه الطريقة لو بدأتها من أول يوم ما راح تجدوا فيها متعة. أولا لابد أن نربط أنفسنا بالقرآن، لابد أن نحب هذا القرآن، لابد أن نعشق آيات هذا 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 الكلام العظيم، كلام الله سبحانه وتعالى. بعدها نبدأ في الحفظ. وأنا أقول لكل واحد فيكم، إذا لم تجد في نفسك حبا لهذا الكتاب، إذا أنت غير مهيئ لبدء الحفظ، أنت غير مهيئ لبدء الحفظ. فحاول أنك تجدد العلاقة أول شيء، حاول أن تجدد العلاقة بينك وبين القرآن. تفضل. أنت جالس مكانك. تفضل. ممتاز. شوفوا أزرق. أستاذ ناصر. ناصر. إيه ناصر، لكن أقصد شوي هذا يمكن هذاك. لا ممتاز ممتاز. أزرق يعني عادي. لا ممتاز عادي. هذا عمل ممتاز. هذا عمل ممتاز. الآن كل مقطع قرأته في نفس واحد ممتاز جدا. الآن اللي قطع المقاطع هذه لو سمحتوا فريد أشوف المقاطع. ممتاز. خمسة. ممتاز ممتاز ممتاز. أهم شيء أن كل مقطع في نفس واحد، كل مقطع في نفس واحد ممتاز جدا، في نفس واحد ممتاز ممتاز. يكفي هذا العدد. هنا ثلاث مقاطع، احنا قلنا نفضل أن يكون أربعة لأن أريح في المستقبل، يكون أريح. جزاك الله خير، يعطيك العافية.